وجود الميداليات الأولمبية لرياضة التايكوندو. نستعيد المعلومات. التايكوندو أو التايكوندو مصطلح كوري مكون من ثلاث كلمات: تاي ركلة القدم أو ضربة القدم، كون قبضة اليد، دو الطريقة. هذه الرياضة وجدت في تلك المنطقة كوريا وما حولها منذ مئات السنين، أكثر من 2000 سنة. طورها أهالي كوريا كوسيلة للدفاع عن النفس ضد الغزاة وضد الحيوانات. في عام 1945 أي بعد الحرب العالمية الثانية والاحتلال الياباني لكوريا، تم افتتاح مدارس فنون قتالية جديدة تسمى كوانز في سيول عاصمة كوريا الجنوبية. في عام 1973 تم إنشاء الاتحاد الدولي للتايكوندو في كوريا. أصبحت رياضة التايكوندو رياضة أولمبية رسمية في ألعاب الأولمبيكس سنة 2000 والتي جرت في مدينة سيدني الأسترالية. واليوم وبعد الميداليات الأولمبية التي حصدتها مصر، أصبحت رياضة التايكوندو تستحوذ كل الانتباه بشكل شعبوي وعاطفي من المصريين بسبب أبطالنا العالميين سيف وهدايت.